بمدينة المساجد عاصمة الشرق وجدة تقاطرت جموع من الشباب للمشاركة في المسابقة، إقبال منقطع النظير على تمثيل الجهة وحرص بالمقابل على التمكن من أدوات القراءة أداء وتقيدا بالقواعد. آخر تحشد فيه الهمم لبلوغ منزلة أهل الله وخاصته، ولعلها فاتحة لضبط المسار، مسار قراءة قويمة وتمسك بالمسالك. أسفرت النتائج عن الفائزين الهيلو في مريم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا صدق الله العظيم. الاسم الكامل مريم ليلوفي، السن 19 سنة، درست بمعهد أم عائشة بنت الشاطئ بالتعليم العتيق بمدينة وجدة، والحمد لله حفظت القرآن الكريم كاملا على يد الشيخ مصطفى الشافي حفظه الله وأطال في عمره، ودرست قواعد التجويد على يد الأستاذ عبد الحميد القسطلاني. هدفي من هذه المسابقة هو رضا الله ورضا الوالدين والفوز لماله.